بسم الله. أول موضوع حابب أحكي فيه هون اليوتيوب هون تيك توك. اليوم أنا عن جد مش نفسي أعمل هذا الشيء، مش نفسي أطلع لايف. ليش؟ تعبان، صار لي بجوز أسبوعين ورا بعض عم بنزل محتوى 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 محتوى. الصبح يا بدرس يا بنزل محتوى، بالليل بتابع بكومنتات، برد على مسجات، بلعب رياضة. يعني فعلا الواحد مرات بتصفي معاه المسألة، يعني حياته محصورة. يعني كيف أشرح لكم الموقف اللي أنا فيه؟ يعني اليوم عن جد هيك بفكر، عندي لايف بالليل، مش إني كنت متضايق، مش إني كنت مزعوج، بس كنت تعبان، كنت تعبان. وللفترة الأخيرة صراحة، يعني حكون صريح مع كل حدا هون وهون، ما عم بشوف ناس، قاعد في الغرفة، قاعد في البيت فترات طويلة. وبشكل عام الموضوع ما بيزعجني، بشكل عام الموضوع ما بيزعجني بالمرة، لأن أنا الحمد لله من النوع اللي حتى لو قاعد في البيت فترة طويلة لسه بقدر أنجز، لسه بقدر أمشي ورا أهدافي، لسه بقدر إني أحط جهدي. ويعني فعلا يعني بتعب يعني بعد فترة طويلة، بس اليوم وصلت أنا فترة التعب، وصلت يوم اللي هو أوه أنا تعبت. يعني بالذات إنه اليوم والله قعدت ونزلت فيديوهات، وسبحان الله يعني إحنا كمان في المجال اللي أنا فيه هو هذا مجال التيك توك، مجال الفيديوهات، الأرقام مش كل شيء بس الأرقام جزء كبير. فيديوهات اليوم لسه قبل شوي واحد منهم الحمد لله بلشت اموره تتحسن، بس البقيه بحتاجه شويه وقت اكثر. فبيأثر انه يعني بيأثر على النفسيه كمان الواحد لما ما يشوف سبحان الله انه المردود على طول. بس زي ما قلت انا بالبدايه لجماعه التيك توك، انا ان شاء الله يعني واثق برب العالمين ثم بنفسي والتطبيق التيك توك انه ان شاء الله في مستقبل. حتى لو انا هلا مش عم بشوف نتائج، يعني انا هذا تليفون يا يعني جماعه اليوتيوب ايفون 5 اس شاريه انا ب 2000 و 14 بالضبط 2014. وهينا يعني انا وريت الناس اللي بالتيك توك كيف السيت اب، هذا التليفون مشبوك على الكمبيوتر وهيك واللوح، وانا بالغرفه اشي متواضع صراحه، بس انه الحمد لله هذا انا حاليا بكفيني وزياده. وقلت لهم في ثقه انه ان شاء الله بعد فتره، يمكن بالاسابيع يمكن بالاشهر يمكن بالسنين، انه ان شاء الله حيصير في تحسن، حيصير في فعلا مستقبل اشي هذا. فنصيحتي لجماعه اليوتيوب ولجماعه التيك توك انه الواحد يكون واثق زي ما قلنا برب العالمين بعدين بنفسه، انه ان شاء الله الجهد هذا حيطلع بإشي مفيد. فحتى لو انت تعبان زي انا وضعي، انا حاليا تعبان بس قاعد هون، شفت الكومنتات، شفت التفاعل مع الناس اللي على التيك توك، تحمست، حكيت يلا مش مشكله، عندنا الحمد لله تقريبا 200 شخص ولا 190 شخص عم بيحضروا، وانا يعني عن جد ممتن لكم. عندنا ناس بتحضر الفيديوهات من مختلف انحاء العالم، فلما اتذكر الشغلات الصغيره بتساعدني ان انا اكمل. فاي واحد بحس حاله وصل هذا الجزء من التعب، اوكي لازم الواحد يرتاح. انا بالنسبه لي صراحه ما بعرف اذا حرتاح، اضلني مكمل، لاني انا من هذا النوع ما بعرف ارتاح غير لما اوصل هدفي، باخذ راحه صغيره، يمكن اشي صح يمكن اشي غلط، بس بنصح الناس انها ترتاح اكثر شوي. يعني لو احتاجت نوم زياده، لو احتاجت مثلا تطلع مع اصحابها تسوي اي شيء عادي، يعني خذوا راحتكم ارتاحوا، وهذا اشي طبيعي. بس الحمد لله انا بحس انه انا عندي القدره اني اكمل فتره اطول، فحضرني مكمل. يعني ما حرتاح غير لما اوصل في هدف معين في بالي، بس يجي ممكن اخذ راحه. فنصيحتي لاي شخص بحس انه وصلت مرحلة تعبان، وصلت مرحلة مش قادر، وصلت مرحلة عن جد يعني شو أساوي، خد نفس، شوف اللي أنت حققته، شوف اللي يعني ولو كانت إنجازات بسيطة، ولو كانت شغلات بسيطة شوفوها، احمدوا الله عليها، انبسطوا فيها، خد راحة، بعدين ارجعوا كملوا، ارجعوا على نفس سوري ارجعوا على نفس النظام، عشان يعني يضلكم ماشيين على طريق اللي إن شاء الله بوصلكم لهدفكم.